رفع الدعم عن المحروقات وهيكلة أجهزة الدولة السياسية والتنفيذية وغيرها، إجراءات قالت الحكومة السودانية إنها ماضية في تنفيذها. حياة الناس وقوت يومهم في خطر، وصل إلى مرحلة تقليص وجباتهم اليومية كما ونوعا، هكذا يقول حسن الذي يعول أسرة مكونة من 7 أفراد. حسن وصف حالة الغلاء بالكارثة واتهم الحكومة بالفشل في معالجة الأزمة. زيادة المحروقات معناها زيادة الطماطم المنقول من المنتج، زيادة المحروقات بيضيف تاجر الفاكهة بتاع الخضار بيضيف على تذكرته ماشي وجاي من بيته لمحل شغله، من نقله لخضاره من سوق المركز أو من منتجه وين ما كان، في الغرة، في الجزيرة، في الشمالية. مسألة زيادة المحروقات دي خلاص أنا بعتبره المسمار الأخير في نعش الحياة. لا غرابة في حكم كهذا يصدر ممن يكابد يوما بعد يوم للانعتاق من حصار معيشي فرضته سياسات اقتصادية غير ناجعة وجشع متزايد للتجار. كل ذلك محسوب ومتوقع في فاتورة سياسية قالت الحكومة إن حصيلتها النهائية ستكون هي الكرامة، وعلى الشعب إن أراد كرامته الصبر على سياساتها. الذين يراهنون سواء كانوا من الداخل أو الخارج أن هذه الأزمة يعني سوف تكون سبباً لخروج الناس ولرفض الناس لها واهمون بإذن الله رب العالمين. هكذا توعدت الحكومة خصومها السياسيين وحذرتهم من مغبة استغلال أزمتها الاقتصادية، وكأنها تتنبأ بخسارة تأييد الشعب لها على حساب المعارضة التي تنشط هذه الأيام لحشد الشارع وتحريكه في ثورة تقول إن هدفها هو الإطاحة بالنظام. الحكومة ما عندها حق في أن تزيد هذه المحروقات، وبالتالي أن إذا أقدمت على الخطوة هتفتح باب جهنم عليها، لأنه الشعب السوداني حقيقة لا يستطيع أن يصبر أكثر مما صور يعني. على أي حال وبغض النظر عن نجاح سياسة رفع الدعم عن المحروقات وغيرها من عدمه، فإن بعض الخبراء لا يرون فيها إلا تعميقا لأزمات المواطن. بقدر ما يتحدث الناس هنا عن معاناتهم الاقتصادية، يتحدثون أيضا عن الوصفة المطلوبة للحل. وصفة ليست كما تطرحها الحكومة الآن، وقف للحرب ومعالجة لملف النفط مع دولة الجنوب، وترميم للعلاقات المتدهورة مع بعض الدول. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم.